للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا الخبير الأمني السيد محمد الرباعي. سيد محمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا تتابع معنا حضرتك مسألة التصعيد الأمني الخطير الذي يحصل حاليا في المناطق الشمالية تحديدا بين أربيل والسليمانية، نقاط المرابطة الأمنية، خصوصا العمليات التي تستهدف البيشمركة من قبل تنظيم داعش الإرهابي. كيف تقرأ ذلك؟ كيف تقرأ توقيت هذه العمليات أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع مشاهدي دبليو تي في. الحقيقة ما حصل خلال اليومين الماضيين وقبلها الأيام السابقة من عمليات إرهابية قامت بها عناصر داعش بالتعرض على القطعات العسكرية، إضافة إلى التعرض على بعض القرى في محافظة ديالى والأخيرة في محافظة كركوك. هذه التعرضات تدل على أن هنالك خرق أمني واضح في هذه المناطق، وهذا الفرق حقيقة فيه أسباب كثيرة. الأسباب من هذه الأسباب، أولا وجود الثغرة الأمنية الموجودة بين القطاعات العسكرية العراقية وبين قوات البيشمركة، وهذا الفراغ حقيقة أدى أن تقوم داعش الإرهابية بالتغلغل من خلال هذه الفراغات. ونحن نعلم أن داعش يستغل الثغرات وأبسط الثغرات وأصغرها بحيث يستطيع الدخول. هذه نقطة. النقطة المهمة من أن داعش خلال هذه الفترة استغل الوضع السياسي والوضع الأمني المرتبك حقيقة بسبب الانتخابات وغير الانتخابات، ونحن نعلم أن هذه بيئة صالحة لعمل داعش الإرهابي، ويستغل كما قلنا أبسط الثغرات من أجل التحرك. هاي النقطة المهمة الأخرى يا سيدتي الكريمة، يجب أن يكون هنالك تعاون بين القوات العسكرية العراقية، وخاصة العمليات المشتركة، وبين قوات البيشمركة، لأن أي ترك فراغ أمني في أي منطقة من الممكن أن تستغل داعش وتتغلغل منه وتضرب في أماكن كثيرة. وخير ما حصل بتعرض داعش على أكثر من مركز أمني بالنسبة لقوات البيشمركة، آخرها العملية التي قامت فيها في منطقة تونكوبري، وقبلها بيوم القرية في كركوك. طيب هذه سيدي، المناطق حقيقة سيد نعتبرها محمد، مناطق رخوة لأنها متروكة أمنيا سيدي وعدم وجود نعم قوات إن أمنية إن سم تمسك هذه الأرض، بالضبط إضافة إلى أن يجب أن نعلم بأن الأرض التي تتحرك عليها داعش هي أرض وعرة، يستغل داعش أيضا الوضع الأمني، إضافة إلى استغلاله للطقس خاصة هذه الأيام. كل هذه ونحن نعلم أن داعش لديه استراتيجية سيد محمد، كبيرة إن سمحت من لي، خلال هناك وضع ألوية الفترة مشتركة المناسبة وقيادة لضرب عمليات مشتركة المناطق الرخوة والمناطق المتروكة أمنيا. تم تشكيلها. هل تسمعني سيد محمد؟ نعم مسألة التعاون، نعم أسمعك. نعم أود التعريج على نقطة هامة ذكرتها حضرتك، وهي مسألة التعاون بين البيشمركة والقوات العراقية. هذا الموضوع يجري تام منذ تقريبا العام حتى الآن. هناك تم الإعلان عن خلية وخليات أيضا، وعن قيادة عمليات مشتركة شكلت ما بين البيشمركة والقوات العراقية وعمليات المشتركة العراقية، لكن مع ذلك نشهد تكرار لتلك الهجمات وهجمات دامية. كيف يمكن تفسير ذلك؟ قبل أكثر من 3 أسابيع أعلنت قوات العمليات المشتركة بأن هنالك تعاون بين القوات الأمنية العراقية وبين قوات البيشمركة من خلال جعل هنالك لواءين يمسكون الأرض المشتركة بين إقليم كردستان وبين الأراضي العراقية في كركوك والموصل وديالى. وهذه حقيقة ولو أنها كانت بادرة جيدة من خلال التعاون، لأننا نعلم أن داعش عندما يضرب في مكان معين من أي مكان من أرض العراق هو ضرب العراق جميعا، إذا كان في إقليم كردستان أو في المناطق أو المحافظات الأخرى. فلذلك كان على القوات الأمنية المشتركة أن تعمل جاهدة على تفعيل هذه القوات ومسك الأرض التي من الممكن أن تتغلغل منها داعش الإرهابي. لكن يا سيدتي الكريمة، هنالك موضوع مهم
أنه داعش لديه حقيقة عمل استخباري كبير، وهذا العمل الاستخباري من خلاله تستطيع أن تدرس الأراضي، تدرس المناطق، وهذه حقيقة سهل لها التغلغل داخل الأراضي العراقية وضرب عدد من المراكز العسكرية، إضافة إلى أن داعش لديه أيضا من يتعاون معه، ونحن نعلم أن خلال تواجده في هذه المناطق ولمدة حوالي 4 سنوات ليست بقليلة، بحيث استطاعت أن تكسب عدد كبير من المواطنين إذا كانت بالترهيب أو بالترغيب. فلذلك استغلت هذه النقطة وبمساعدة بعض العناصر من أهالي المناطق، واستطاعت أن تدخل إلى بعض الأراضي العراقية وبعض القرى، وضربت حقيقة وراح عدد من الشهداء من قوات البيشمركة وقوات العراقية أو المواطنين الأبرياء. إذن تفعيل القوات والتعاون الأمني والاستخباري، أنا أؤكد دائما على الوضع الاستخباري. الاستخباري موضوع مهم جدا، لأن العمليات الاستخبارية من شأنها أن تحبط كثير من العمليات الإرهابية. واضح. الخبير الأمني السيد محمد الرباعي، شكرا جزيلا لك.